بعض ننتبههم معنا. اخر صورة واحدة. الأخ عاصم عبد الهادي، الأخ غسان أيوب. هناك من يشجع على عدم الوجود، على عدم السير في المصالحة. هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط. علينا أن نساعد الناس هناك إنسانيا وبس، كفاية. كأنه المعاناة، معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، لا، نشأت منذ كان هناك الاحتلال والانتصار الإسرائيلي. شو معنى هذا؟ صحيت أمريكا بكل إنسانيتها، بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم. الله يكبر. الشارع من اليوم ونصف فلسطيني، هذه المظاهرة التي تنادى إليها أكثر من 60,000 مواطن
نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في 2017 وسنتحدث عن هذا لاحقا، ولكن نسعى بكل قوتنا لإيجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون ميليشيات هنا أو هناك. طلع هذا كيف اللي فوق كيف لقيت بده ينزل لحاله على رجليه. مسيرات العودة هذه أفضل خطوة خطاها الشعب الفلسطيني منذ عام 67، وإن شاء الله حتلبي كل رغبات الشعب الفلسطيني، وعلى أولها كسر الحصار. الحمد لله. وإحنا نزينها تحت شعار المقاومة خيارنا، حيظل المقاومة خيارنا، يا بنموت يا بنرجع بلادنا. موضوع التهدئة هي تهدئة معطلة الآن، معطلة بسبب الموقف الإسرائيلي. احتلال وجد أن موقف السلطة بحاول عطل التهدئة فاقتنم ذلك وقال بدأ يتباطأ في الاتصالات مع الأطراف الوسيطة ويتباطأ في المتابعة لموضوع التهدئة. فالاحتلال يحاول أن يغطي موقفه، مرة أنه السلطة ومرة مصر، بغض النظر عن حجم دور السلطة في تعطيل التهدئة. أمامنا من يتحمل مسؤولية هو الاحتلال.